بوبتوها وقلت لكم الفترة هذه فترة انتخابات، بيودنا نشوفوا الانتخابات كيفاش كانت تتم في بوتزاريس ومع التجمع معناها داخل بوتزاريس 36. صح كل شيء، وكان فما خلط واضح وخلط كبير جدا معناها ما بين الحزب وما بين مؤسسات الدولة. كي نقول حزب يعني التجمع الدستوري الديمقراطي، ومؤسسات الدولة يعني القنصلية السفارة والقنصليات، يعني كان نفس الشيء تقريبا. يعني كاتب عامل تنسيق لحزب الدستوري في باريس كان له منصب يعني مثل منصب سفير، نفس الشيء يمكن نفوذ أقوى بالسفير نفسه اللي هو في الحقيقة السفير هو ممثل تونس دبلوماسيا. بالنسبة للانتخابات نحن مثلا لازم نفسر حاجة، فما مؤسسة وهي العديد من المؤسسات اسمها Rassemblement des Tunisiens de France، تجمع التونسيين بفرنسا، كانت منظمة مرآة يستعملها التجمع لأغراض العديد من الأغراض، منها هنا في تزوير الانتخابات، وهنا الملف هذا يخص انتخابات الإلكسيون بريزيدونسيال 16-17 أكتوبر 2004. لاحظ أن اللي قوموا بتسليم نتائج الانتخابات هو الجمعية هذه Rassemblement des Tunisiens de France، ثم في الأخر فما من يوقع عليها، والتابع هو التجمع الدستوري الديمقراطي. يعني التجمع هو يقدم نفسه يحضر الانتخابات ويوقع عليها نفسه. هذه مش هذه امور هزليه لكن خطيره لكن خطيره. هذه خارقه القانون، مع الاشخاص هذه اللي قامت من السفير الى القنصل الى القنصل العام الى كاتب العام للتنسيق، كلهم اخطاوا في حق تونس وساهموا في هذه الجريمه. الحاجه الثانيه، هنا عندنا ورقة اللي هي تبعثها السفارة مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية، وهي أن فيها النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات. نرى فيها أن السفير وموجود اسمه هنا، ولكن ما نلاحظه أن كاتب عمل تنسيق للتجمع الدستوري الديمقراطي يوقع عليها، يعني لا تذهب إلى وزارة الداخلية إلا إذا كان وقع عليها كاتب عمل تنسيق، وهذه نتيجة نتيجة الانتخابات. عنا تقارير أخرى وهي عديدة لكن يمكن الفرصة ما تسمحناش، الوقت ما تسمحناش. هذه هي تقارير يومية تقدمها الجمعية Rassemblement des Tunisiens de France، هي في الحقيقة التجمع الدستوري الديمقراطي، تقدمها يوميا، ونرى فيها تقول مثلا ملاحظات أخرى. نلاحظ بعد جمع الأوراق من الخلوة عدد كبير من الأوراق البيضاء، فيقولون بأنفسهم أن الأوراق البيضاء عديدة، ولما ننظر إلى النتائج نرى أن الأوراق البيضاء عددها 4 على 2000 وفيما يخص نوت، فماذا فعلوا بها؟ هذا سؤال نتساءله. باهي، هنا موضوع آخر، هنا هذا نحكيه عن التجمع ديما، التجمع الدستوري الديمقراطي وممارساته معنا قبل، هذا فيما يخص الاستفتاء عام 2002، الاستفتاء الشعبي فيما يخص تنقيح الدستور معنا المعروف نقح به الدستور. قدمت هذه من الخدمات اللي قدمتها، قدمت الجامعة فطور الصباح والغداء إلى كل مجموعات العاملة، يعني هي التجمع يقدم الفطور والغداء للجمعيات، ليس الجمعيات، لمن يقومون بالانتخابات. هذه زادة واحدة حبيت نخليها وننبه بها المواطنين التوانسة. لو فما أحزاب توا في تونس بنفس الثقافة، تقدم في الكسكروتات وبالمية دينار وبالمية وخمسين، فما اللي عرسوا فما اللي طهروا لهم وفما فهمتني، وفما اللي عطاهم الدخان فهمتني. معناها رواسب التجمع ما زالت موجودة إلى اليوم، وهذا المساج هو اللي نحب نوصلوه للتونسي، لازم يكون يقضي ما يمشي ينتخب وما يخلي حد يشريه، خاطر إذا اللي يشريه اليوم يبيعه غدويك راه، اللي يحب يمشي ينتخب ينتخب عن قناعات شخصية، إذا كان هو باش يمشي بمطلق أفكاره ويتشرى معناها باع صوته وباع ضميره هو وباع نفسه وباع بلاده في نفس الوقت. ونرجع هنا زاد في الحملات كيفاش كانت تتم بالنسبة للتجمع، وهذا شيء مؤسف. في ملاحظات أخرى وهي قرارات نابعة عن التجمع بنفسه، معناه هو يحكي على روحه فهمتني. لماذا يقول هوني نقرأ لكم بسرعة حول موضوع الاستفتاء، وبعد تواصلت عملية اليقظة حول مختلف مراكز الاقتراع والمكاتب القريبة منها، ثم يقولون بعض المناضلين تمكنوا من الحصول على وسائل نقل مجانا عن طريق البلدية الفرنسية، مثل السيدة لن نسميها التي أشغلت علاقاتها المتميزة مع بلدية فونتني سوبوا للحصول على حفلات تلت اليوم. معنا كانوا يحكيوا في الحفلات باش يمشيو يجيبوا العباد ويجيبوهم الاختراع. هذه اساليب ردوا بالكم منها وقت باش تنتخبوا نهار الخميس والجمعه والسبت المقبلين. هذا معناها في موضوع الانتخابات وراه الوثائق عديده جدا، لكن ما تسمحش الفرصه باش لكن فما وثائق اخرى عندكم وانا اطلعت عليها، انه كيفاش حتى الجوابات اللي تحط فيها الاوراق في الخلوه
معناها كيفاش عاملينها، معناها شفافة باش يشوفوا شنية الأوراق ألوانها اللي تتحط في الجوابات. وهكاكا أك الملاحظين اللي كلهم تجمعيين، أك المراقبين داخل القاعات والمكاتب بتاع الاقتراع يمشيوا مباشرة، سمحني في الكلمة، يصبوا الصبة بك الناس أدوكما ويكون مصيرهم معناها ما قبل تعرفوا. هي راهو الانتخابات، راهو الانتخابات والديمقراطية ماهيش وضع ورقة في 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 صندوق. أينا. هي منظومة كاملة يلزم احترامها. هنا هاو هم بيدهم توادية مثلا في انتخابات الرئاسية عام 2004، ماذا يقولون عن هم يعلقوا على أنفسهم؟ راهو هناك جدول يقولون تحركات المعارضة، ماذا يقولون؟ محاولة توزيع مناشير من قبل رجل ومرأتين على مستوى قنصلية نونتير تم إفشالها من قبل المناضلين وكانت اليقظة. معناها هما يقظين في الديمقراطية. لا هذا معناه نحن بحق نضحك ولكن هو شيء مؤسف. والمصدر ثم الوثائق الرسمية دي، راهو المصدر المصادر للانتخابات شكون؟ ثم ثلاثة، ثم هيكل التجمع والقنصلية والسفارة. يعني هيكل التجمع في المرحلة الأولى، ثم القنصلية، ثم السفارة. كانت التجمع هو اللي أسس وهو اللي يسير كل الانتخابات ويعطي النتائج اللي حب يعطيها، ويسير في المجموعة الكل، ويسير في السفراء والقناصل والقناصل العامي. الإملاءات تأتي من التجمع يا سيدي، هذا سواء داخل الحدود أو خارج الحدود. وإحنا خذينا باريز، وخاصة توا لسائل أن يوجه لنا هذا السؤال، يقول لك سي رحيم الوهراني كيف جات الملفات هذه وهالوثائق هذه، كيف أتيت بها يا سيدي؟ والله نحن كجمعية جمعية كاملة بدريس فيريتي جوستيس صارت أثر مواقع لأخواننا التونسيين اللي جاءوا من لامبادوزا. أي نعم. وكانوا هذا في شهر ماي مفرقين في باريس، ف اتصلوا بعض الجهات بالقنصلية وقالوا ما علاش نخليهم في الشوارع كل شيء، علاش ما نحطوهمش عندنا مبنى غاديك في بوتزاريس؟ قالوا باين فما حتى مشكل. فدخلوا بوتزاريس هما مع عدد 30-35 شخص. والتصحيح ان الكاتب العام الجمعية رئيس الجمعية هو في منظمة في جمعية خيرية كان يشرف عليهم ويمشي يزرهم الماكلة ويعاون فيهم وكذا، دونك تعرفوا عليه وارتاحوا له. هم من الأول ما فقوش بالزرشيف والوثائق هذه، ثم بالوقت وقت اللي فاقوا بالزرشيف وما عرفوش شنو بالضبط المحتويات وشافوا، فما ناس فاقت وكانت الوثائق هذه تتباع في شوارع باريس بالمزاد العلني. يعني وثائق تخص الشعب التونسي وتخص تونس كانت تتباع في شارع باريس، الوثيقة الدوسي ب 500 و 600 أورو. هما جماعة لامبادوزا على نيتهم وكانوا ما عندهمش معناها فلوس، كانوا يبيعوا في الوثائق هذية باش يصرفوا يقاوم يشريوا قهوة ودخان وكذا. العباد اللي كانت تجي تشري نحن ما نعرفوش شكون، أطراف مجهول، لكن نتصوروا أن الناس من التجمع خافت من اللي كان باش يخرج، فكانوا يجيوا يعطيوا في الأموال باش نرجعوا للموضوع السيد باش يشريوا الوثائق اللي باش تدينهم تاريخيا، اللي باش تدينهم تاريخيا بالضبط. إيه. هذا هو اذا السيد هذايا اللي كان معناها عارف عليهم وكان يدخل ديما البوتزاريس ويعاون فيهم، وقت اللي شاف فما وثائق قررنا باش نخرجوهم، هو قام بالعمليه النهار الاول. وقت اللي خذ اللي تحسن عليه احنا راهو قسط، معناها نجم نقولوا 30% من الوثائق، ونجا معنا كنا نحسبون فما 10,000 وثيقة تقريبا. اي نعم. خذينا 30% وخرج مو في سيارته الخاصة وعمل دو فواياج على أساس بشرجة من غدويكا. لكن شنو صار في ليلتها بالضبط؟ دخل البوليس الفرنسي المقر بوتزاريس وخرج جماعة لامبادوزا الكل اللي هما بعد تشردوا في الشوارع مساكن. احنا كي حبينا باش نرجعوا من غدويكا باش ناخذوا بقية الوثائق، نلقاو السفاره التونسيه على الصباح سنت على الصباح جات حتى ضربوا تونس علم تونس في مبنى بوتزاريس، وحطت معناها لافته مكتوب عليها انكس دو لومباساد دو تونيزي، يعني حماوا انفسهم بالحصانه الدبلوماسيه لانه حتى حد ما عادش نجم يدخل. شنو صار من بعد؟ اللي صار من بعد فما ناس شافت اللي فما كاميونه جات في العشيه دخلت المبنى بوتزاريس، وبعد شويه خرجت. احنا قلنا 100% معناها جاوا هزوا الوثائق وهزوهم معهم. دونك اتصلنا بالمشرف اعمال اللي احنا معناش سفير في باريس من شهر مارس، المشرف الاعمال على اساس باش نقابلوه باش يعطينا بقيه الوثائق. خذينا معاه موعد، الموعد الاول كان نهار ثلاث نتذكر بكذا، والله معناها ما عطيش نهارش بالضبط، كان في اخر جوان اول جويليه. الموعد الاول كي مشينا له
قال عنده انكستانكسيون دو وا، يعني صوته بح ما نجمش يقابلنا ما نجمش يحكي. قلنا قدر الله تسير يعني مش مشكله. اجلنا الموعد الاثنين اللي بعده، الاثنين اللي بعده مشينا باش نقابلوه العشرة نتاع الصباح. كي مشينا باش نقابلوه صحيح نحن معناها فما شكون المحامي نتاع الجمعيه تاخر شويه، فمشيت انا بنفسي قابلت السيد الشوش اللي موجود في السفاره وقلت له باش يكون عندنا شويه تاخير نتاع نص ساعه تقريبا حتى نحب ندخل كاملين مع المحامين. قال باهي فما حتى مشكل. كي رجعنا له قال لا انتم ما جيتوا مخر مانيش باش نقابلكم، يعني كان واضح اللي ما فماش ما حبش يقابلنا وما حبش ويتهرب من القضيه الموضوع. على كل توا بعد شويه ساعه باش نستمعوا البوتزاريس من ناحيه الشعريه.